يا خالد ادخل تاني معلش. عمر ادخل تاني، البرنامج قفل. اتفضل يا كوتش كمل. دلوقتي هنتكلم بقى يا شباب عن تايم فيوليشنز، مخالفات الوقت، ونحفظهم كده. هم 3 5 8 24 3 5 8 24. في ناس بتسأل شو الوضع يا كوتش؟ قول انا وانت. عايزين يشوفوا احنا بنكمل ولا ايه بالظبط. فانا كتبت مكملين اهو، ركز في السكندز اللي الكوتش بيتكلم فيها دي. نيجي هنا يا شباب ريمارك. بس ريمارك هنا اللعيب اللي بيتزحلق، اللعيب اللي هو سلايدنج، اللعيب اللي بيتزحلق، هل تتحسب ترابل عليه ولا ما تتحسبش ترابل؟ ده سؤال. لو اللعيب متزحلق بيعمل دريبل او ماسك الكوره يا وهو ريت بيجري ومتزحلق، ركز في السؤال ده يا شباب. دي نقطه مهمه جدا. لو اللعيب بيعمل دريبل او ماسك الكوره بيجري وماسك الكوره راح متزحلق، ايه الوضع هنا؟ هل تتحسب مخالفه ولا ما تتحسبش مخالفه؟ هل تتحسب ترابل؟ هتتحسب حاجة ولا لا؟ ولو هتتحسب تحسب هتتحسب ايه؟ مخالفة؟ جودي بتقول نو. لحظة نشوف بقية الناس يا كوتش. وخالد بيقول نو، مفيش أي مخالفة عليه. مين تاني؟ شباب ورين تاني؟ رين بسنت بتقول نو برضو. يعني تمام، برافو. بيتزحلق بالكورة طبعا، من غير الكورة مفيش حاجة. يعني هو معهوش كورة بيتزحلق مفيش أي حاجة، لكن لو معاه الكورة. كوتش بيسأل السؤال مهم أوي. لو معاك كورة واللعيب الزحلة او هو بيعمل دريبل بيتزحلق او هو ماسك الكوره واتزحلق او مثلا وقع على جزء من جسمه واتزحلق، ماشي. عبادة بيقول عيد السؤال تاني. الكوتش شرح السؤال تاني يا عبادة. لينا بتقول ترابل مين تاني. تاني؟ هتقول في ناس بتقول نو، في ناس بتقول هنقول ترابل. السؤال تاني. لو انا دلوقتي بعمل دريبل وبجري بجري بجري رحت متزحلق، او انا الكوره وقعت على الارض ورحت انا رامي جسمي وخدت الكوره واتزحلقت بيها، هل تتحسب هنا مخالفه؟
لا دي مش very rare, not very rare. تيما it's not very rare. It always happen in every game. دي بتحصل في كل ماتش تقريبا, يعني ان اللعيب يتزحلق, لان بيحصل ان في لعيبه فايترز بيلعب على الكوره فبيرمي نفسه على الكوره فيقع يتزحلق على الارض, او بيحصل كتير جدا في كل ماتش. سامة بنتي على طول تحت بتخش ترمي نفسها وخلاص, لا سلمى بنت كوتش عمر ما بتعرفش تفورمل انا عارف. خد الكرة تستحلق. في الحالة دي يا حبايبي هنا البلاير فولينج اور لاينج اور قاعد على الارض وهو ماسك الكرة مفيش اي مشكلة. معلش تاني الحتة دي يا كوتش عشان اتس ليجل. لو اللعيب وقع او اتزحلق او وقع على الارض وقعد على الارض مفيش اي مشكلة. طب ايه المشكلة هنا؟ هي الليجل موف, حركة عادية جدا, وممكن يباص بعد كده الكورة وممكن يديها للفريق. طب ايه المشكلة؟ المشكلة هنا في حاجتين بس. لو اللعيب مثلا اتزحلق ولف عمل رول كده على الارض, يعني عمل زي بحرجة كده على الارض, ده هنا ترافل. ايه؟ لان هنا البيفوتنج اتغير. احنا بنعتبر مثلا ان هو بيتزحلق ففي رجل ثابته على الارض, يعني البيفوتنج هنا عادي ما بتتحس, ففي بيفوتنج. انما اللعيب اللي بيعمل رول على الارض فهنا حرك البيفوتنج اكتر من مره, حرك اللي خلاص طالما انا وقعت مثلا على رجلي بقت رجلي دي هتقلب بيفوتنج. طب لو انا قمت يبقى انا كده حركت الايه البيفوتنج, يبقى كده ترافل. طب لو انا اتزحلقت مثلا وقعدت على وقعدت ما ينفعش اقوم اقف, ليه؟ لو انا خلاص كده طالما انا قعدت يعتبر قعدتي ديت هي البيفوتنج ليج بتاعتي, فانا لما اقوم اقف كده حركت البيفوتنج وكده تعتبر ترافل. هي دي النقطه, ان اي حاجه وقعت على الارض منك يبقى هي دي بقت البيفوتنج, حركتها بقت هي دي المشكله. فانا لو انا بتزحلق عادي مفيش اي مشكله, وقعدت على الارض مفيش مشكله. لو انا حاولت اقوم اقف او حاولت الف ادور كده, واحد جاي يخطف مني الكره وانا قاعد فرحت لافف جسمي الناحيه الثانيه كده ترافل. فهمنا النقطه دي؟ دي نقطه مهمه بتحصل في كل الماتشات دي, مش بوتش نوت يعني فيري. تايم اوت كده معناه كده ان هو لو كوره وقع بيها في الارض او اتزحلق ما فيهاش مشكله مش ترافلنج دي اي اول حاجه مشكله صح؟ ما فيهاش اي مشكله تاني حاجه ليجل, لازم ما يحركش جسمه وهو في الارض ما يلفش ما يلفش ما جسمه يلفش بجسمه مثلا. اللعيب ده ياخد منه كره فراح لافف الناحيه الثانيه لف اه جسمه كله ناحيه كده حرك البيفوتنج فكده كده رول. ترافلنج لف جسمه فكده ترافل. ولو قام وقف يبقى ترافلنج حاول يقوم يقف, حاول يقوم يقف يبقى كده حرك الارتكاز بيفوتنج ليج بتاعته تمام خلاص معنى كده كده ترافل. انه الحل الوحيد اللي لازم يباصي او يشوط عشان يقدر ان هو ما يحصلش عليه اي مخالفة تمام تمام كده يا كوتش تمام. يبقى it's a violation if the player then rolls to attempt to stand up, حاول يلف او حاول يقوم يقف. يبقى كده في الحاله ديت وهو ماسك الكوره, طبعا هو ماسك الكوره واقع ومعهوش كوره ما فيش اي مشكله خلاص. نيجي هنا بقى للتايمينج, تايم فيوليشن, واللي هنا عندنا التايم فيوليشن في مخالفات للوقت. في عندنا 3 سكند فيوليشن ودي اتكلمنا عنها في اول فيه اللي هي المنطقه المحرمه 3 سكند فيوليشن. في عندنا ال 5 فيديو سكند ليها يا فيوليشن كوتش في فيديو لل 3, سكند ايوه هنعرضه دلوقتي بس في 3 نحفظهم بس كده 3 5 8 24 3 3 5 5 8 8 24 24 3 5 8 24 تمام. هم كلهم مضاعفات الثلاثه ما عدا الفايف. الاخر A player shall not remain, دي اللي هي اول حاجه 3 سكند, هنعرض الفيديو في الاخر شويه. A player shall not remain in the opponent's restricted area, المنطقة المحرمة فاكرينها؟ يبقى المنطقة المحرمة فاكرينها دي؟ المنطقة دي ايوه اللي اللي هي هو المستطيل اللي تحت الباسكت ده, زون ما اريا ينفعش اللعيب, ما ينفعش اللعيب قلنا يقعد فيها أكتر من 3 ثواني. لعيب المهاجم لازم, طب يعمل إيه؟ لازم يخش ويطلع كل شوية, يدخل المنطقة ويطلع من المنطقة, يدخل من المنطقة ويطلع من المنطقة. الحكم اللي هو تحت الباسكت بيبقى عينيه على على اللعيبة اللي جوه المنطقة وبيحسب عليهم بالتقريب, هو بيحسب بالتقريب كده بيخشوا ويطلعوا ولا لا. اذا لهم بيخشوا ويطلعوا ما بيحسبش, اذا لهم قاعدين شويه كده فبيستنى سواء جات له الكوره ولا ما جاتلوش بيحسب 3 سكند. يبقى هي ديت المنطقه دي اللي بتتحسب فيها قلنا 3 سكند.
مين اللي مشهور باللعبة دي؟ مين الريفرز المشهور؟ في مصر ولا هنا؟ لا عموما هنا في السعودية مين اللي بيصفر دايما 3 seconds كل علينا؟ الحكام المفروض، كل الحكام المفروض بس اللي هم الفوكس قوي على المخالفة دي تقريبا، الفلبينيين اكثر ناس، تقريبا اللي هم الفلبينيين صح؟ الفلبينيين صح؟ الفلبينيين صح دايما مظبوط. مركزين على على المخالفة دي بطريقة بشعة يعني. هنا في السعودية الفلبينيين أكتر حكام بيركزوا على على وعي شديد، اللعيبه في الان بي على وعي شديد جدا، فما بيقعوش في المخالفه دي كتير، تمام بس بتتصفق برضه في الان بي. تمام طيب نيجي هنا، يبقى دي قلنا الايه، المخالفه الثلاث ثواني. في عندنا الفايف سكند فيوليشن، الكوره على طالما تحت تصرفك انت بول اندر كنترول، لازما في الحاله دي تعمل وانت بتطلع في الفري ثرو جارد بلاير. ثلاث حالات عندنا، جيتنج ذا بول فروم اوت سايد، اول حاجه، او الكره ما الحكم يديك اللي يدي للاعب الكوره خارج حدود الملعب، لازم اللاعب يدخل الكوره خلال 5 ثواني جوه الملعب، يلمس واحد جوه الملعب خلال 5 ثواني، دي اول شيء. الفري ثرو، الحكم حط الكره تحت تصرفك في الرميه الحره، لازم اللاعب يشوط الرميه الحره خلال 5 ثواني. الجاردد بلاير، الجاردد بلاير اللي هو انا بعمل دريبل ولاعيب جاد دافع عليا دفاع قوي، هنا القانون بيدي له ميزه ان انا لازما اتخلص من الكوره ديت بالشوتينج او الباص خلال 5 ثواني. لو اللعيب حتى لو انا بعمل دريبل واللعيب ضغط عليا قرب مني وعامل جاردد عليا شديد، لازم انا اعمل احاول على الباسكت خلال 5 ثواني، او اشوت او اباص الكوره لاحد زملائي خلال 5 ثواني، سواء الكره ديت واقف وانا واقف معيش من غير ما اعمل دريبل، او وانا بعمل دريبل كمان. يبقى الفايف سكند فيوليشن، في عندنا 3 مواقف يا حبيبي. اول حاجه جيتنج ذا بول فروم اوت سايد افتر سكسسفول جول، الكوره معايا في الاوت سايد، لازم ادخل الكره دي خلال 5 ثواني جوه الملعب، لازم تلمس حد جوه الملعب خلال 5 ثواني. الفري ثرو، حكم عطاني كوره عشان اشوت فري ثرو، لازم انا اشوت خلال 5 ثواني. طب انا اخدت عديت ال5 ثواني، الحكم يصفر ويحسب مخالفه ويدي للفريق الثاني الكوره من اقرب مكان للمخالفه. الجارد بلاير، وديت ميزه للعيبه اللي هي بتدافع كويس، تلاقي اللعيب دافع دفاع قوي ممكن يجيب كور كتيره لفريقه بسبب المخالفات دي، ان هو بيدافع قوي فيزنق اللاعب 5 ثواني ياخد الحكم يصفر عليه 5 ثواني، فياخد الكوره ويدوها لفريقه. يبقى مخالفه ال5 ثواني عندنا 3 حالات. خلاص ال8 ثواني، ذا تيم ويتش هاز كنترول اوف ذا بول، الفريق اللي عنده معاه الكوره في المنطقه الخلفيه في الباك كورت، المخالفه دي بتبقى في الباك كورت، ماست كوز ذا بول تو جو انتو ذير فرونت كورت ويذين 8 سكندز. اللعيب الفريق اللي معاه الكنترول اوف ذا بول مسيطر على الكوره في منطقته الخلفيه، لازم أن يطلع بالكوره بسرعه خلال 8 ثواني للمنطقه الهجوميه. ليه؟ لان السله دي لعبه هجوميه، لو انا مش زي الكوره كده ممكن اقعد ربع ساعه واقعد اباصي في المنطقه الخلفيه بتاعتي، اباصي 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 وما هاجمش. فريق جاب جون في كره القدم يقعد يضيع الوقت كده، لا السله ما فيهاش الكلام ده. السله انا اخدت الكره خلاص في المنطقه الخلفيه، ما ينفعش اقعد بقى اباصي طول اليوم في المنطقه الخلفيه دي، لا لازما اهاجم على روح على الباسكت الثاني خلال 8 ثواني. خلال 8 ثواني لازما اطلع اروح للمنطقه الاماميه عشان اهاجم على الباسكت بتاع الايه الفريق الثاني، وما ينفعش ارجع للمنطقه الخلفيه. هنتكلم على المنطقه اللي هي الباك زون ثاني كمان شويه. طيب يبقى ديت ال 8 سكند، نيجي هنا لل 24 سكند فيوليشن. 24 seconds خلاص، انا وانس الكره اندر كنترول لازم انا اشوت على الباسكت خلال 24 ثانيه. كان الاول 30 ثانيه يا حبايبي، الاول 30 ثانيه، دلوقتي قللوها دي عشان زمن يخلوا الباسكت اسرع وايه كوتش، دي زمن الهجمه صح؟ مور انترستنج. زمن الهجمه، ذا تيم ويتش هاز ذا كنترول اوف ذا بول ماست اتمبت ا شوت، لازم يحاول يشوت الكوره اور افيلد جول، وهنا الشوطه ما بتتحسبش الا اذا جت في الحلقه، يعني لازم الكره تلمس الحلقه، افرض شوت وجت في البورد لما تعتبرش محاوله، لازم
يعتبر محاولة حقيقية ان انا اشوت تيجي الكرة في الحلقة، مش تيجي في المربع او تيجي في الباك بورد من ورا وتنزل، لا لازم الاتمت هنا بتحسب ان الكرة جات في الحلقة. طب افرض انا ما شوتش خلال 24 او ما جاتش في الحلقة خلال 24 ثانية، دي ما بتعتبرش محاولة، ويصفر الحكم ويديها للفريق الثاني من اقرب مكان لمكان المخالف. ده ال 24 ثانية احنا كده شرحناهم، هنشوف فيديو هنا ليهم كلهم. دي اشارة ال 24 ثانية، هنبدأ بال 24 ثانية. هنا شايفين الفريق الوقت، بصوا على الساعة هنا، زمن الهجمة ضاع، الحكم صفر وهم لسه ما اتصرفوش في الكورة. خلاص يعني مجرد ما يعدي ال 24 ثانية من غير ما يشوطوا أو يلعبوا على الباسكت بتتحسب 24 ثانية. لازم يبقى على الباسكت، شايفين هنا قاعدين يباصوا لبعض وخلاص. مجرد ما ال 24 ثانية عدت الحكم بيصفر. صفر ودي 24 ثانية. اللي هي بتبقى هنا شايفين بقى، حاول الكرة ما جاتش في الحلقة، شايفين الكرة اللي فاتت ديت ما جاتش في الحلقة. الساعة مش هتقف، ال 24 ثانية مش هتقف. شايفين ما جاتش في الحلقة. الساعة هنا شايفين الساعة اليمين هنا شغالة. 24 الساعة ثانية جت في الحلقة ما جاتش. شغالة. هنا لمس الحلقة، شوف اتجددت. لاحظوا الحتة اللي فاتت ديت، الهجمة بس بتتجدد مش في أول هتتجدد. وجديد. نيجي بقى للنقطة المهمة في التجديد هنا يا شباب. التجديد، هل هتتجدد 24 ثانية جديدة؟ الكلام ده كان زمان لو انت شوت الحلقة تاخد 24 ثانية جديدة، دلوقتي لا، في عندنا 24 وفي عندنا 14 ثانية. إذا أنت عديت الما شوت قبل 14 ثانية، قبل ما يتبقى أربعة، يعني دلوقتي احنا عندنا 24 ثانية، فات 10 ثواني أو فات أقل من 10 ثواني، هتبقى 14. لو قال لو لك لو فاضل في ال 24 أكتر من 14 يكمل عادي، يكمل يعني يكمل يديك أكتر من 14. مثلا أنت شوت في الثانية ال 20 مثلا، خلاص فما بتتجددش ال 24، يديك يكمل على 24 عادي، يعني انت اخرك 24 ثانية. طيب دلوقتي شط على الحلقة وجت في الحلقة كان باقي اقل من 14 ثانية، تتجدد الهجمة يديك 14 ثانية، ده القانون الجديد، يدوك 14 ثانية بس، مش هيدوك 24. نرجع للنقطة دي تاني نفهمها تاني، انت ليك 24 ثانية تحاول فيها على الباسكت، تمام؟ طب انا شط على الباسكت وجات في الحلقه بس ما جاتش باسكت وجات لفريق تاني، الحاله دي مش هتتجدد ال 24 ثانيه. هيبص طبعا في واحد ما قاعد حكم خاص بال 24 ثانيه بيشوف هي لمس الحلقه ولا لا، ويبص عليها، لو لقى ان لمس الحلقه وبقى اكتر من 14 ثانيه يكمل لك عليها عادي جدا، ما بيجددش 24 لا ولا بيجدد 14، بيكمل لك عادي. لو مثلا بقى 17 بيكمل تاخد ال 17. طب هي لو لمست الحلقه وبقى اقل من 14 ثانيه في ال 24، الحكم هو طبعا في زراير، ثلاث زراير كده، يتك على زرار يجدد ال 14 فقط، يديك 14 ثانيه عشان تحاول مره ثانيه. يعني انت لازم تحاول على الباسكت خلال 14 ثانيه مش 24. فاهمين النقطه ديت؟ كوتش زين، فأي سؤال في النقطة دي؟ في الكوتش لينا بتقول لو 14 ثانية، عايزة تفهم مقطوعة ال 14 ثانية، يعني احنا عندنا في نوعين تجديد صح يا كوتش؟ لل 24 ال 4 في ال 24، 24 دي زمن الهجمة، تمام؟ مرتبط معاها 14 ثانية. ايه بقى الموضوع ال 14 ثانية و24؟ انا دلوقتي خدت الكورة، استلمت الكورة وما لي 24 ثانية من ساعة الكورة تحت سيطرتي. طيب انا رحت وحاولت على الباسكت، شطت على الباسكت، الكره جت في الحلقه، طب هبص الحكم بيبص لمين؟ حكم، في حكم قلنا الحكم ال 24 ثانيه، حكم مخصوص ل 24، الحكم بيشوف هل هي جت في الحلقه؟ لو جت في الحلقه بيبص على الساعه، بيبص على الثواني، لو الثواني دي اكتر من 14 ما بيعملش حاجه، بيسيب الساعه ال 24 ثانيه شغاله زي ما هي. طب لو لقاها بقت اقل من 14، بقى 12، بقى 10، بقى 5، بقى 1، يجي متك على زرار ال 14 يدي للفريق 14 ثانيه بس زمن هجمه ثانيه.
تشيك شات ان كده النقطه كوتش. ديت اه طب ماشي، لو هو جدد، لو دلوقتي تجدد له كوتشينا بتسأل. طبعا هو لو اتجدد له 14 ثانية واثناء ال لازم 14 يشوف ال ثانية 14 خلاص، حتى لو اتلمست الحلقة تاني هيتجدد له برضه 14 ثانية. اوريدي يتجدد هي له اقل 14 بقى. من 14 صح؟ ايوه يتجدد له 14 كل شويه، ولما يشوط تمام. ياخد 14 ثانيه، لان الاول كان يا كوتش كريم كان في قانون زمان عندنا، قانون ال 30 ثانيه قبل ال 24 ده، وقبل قانون ال ايوه 14 كانت الهجمه طويله كان جدا. الفريق ممكن يهجم، كان كان ممكن فريق ممكن مثلا عنده لعيب طويل يشوط الكوره يعمل محاوله تلمس الباسكت، اللعيب الطويل ياخدها يطلعها بره، ياخدوا 30 ثانيه ثانيه يشوط الكوره، اللعيب الطويل ده ياخدها يطلعها بره، وهكذا ممكن ياخدوا دقيقتين ثلاثه والفريق الثاني ما يلمس الكوره خالص. وده تمام حصل كتير فعلا، وده عن تجربه. انما تمام دلوقتي هم بيعملوا ايه، زي بيخلوا القانون يعني فير شويه بين الفريقين، ده انت عشان ما تقعدش تمسك الكوره وتضيع وقت فانا بديك 14 ثانيه بس، تمام بحيث ان انت تبقى اكتف على الباسكت وتحاول على الباسكت، والفريق الثاني يكون عنده فرصه ان هو يقدر يروح يسجل ثاني مره ثانيه، انما ما اقعدش اضيع الوقت كله زي زمان. يبقى احنا عندنا ال 24 مرتبط معاها ال 14، تمام خلاص فهمنا النقطه دي. تمام برضه هنرجع تاني مع الكوتشينة، بتأكد الموضوع ده. لو الهجمة اتجددت بقت 14 ثانية، وأثناء التجديد مثلا في الثانية 10 تاتش ذا رينج، معنى كده هترجع تتجدد تاني 14 ثانية. 14 بس، أيوة 14 ثانية ماكسيموم 14 ثانية. ايوه تمام خلاص، طالما نزلت اقل من 14 تتجدد 14، اكتر من 14 بتتكمل عادي ال 24. تمام نكمل يا كمل باشا. نكمل هنتكلم على وقت الهجمة يا شباب. هنا 8 دي مخالفة ال 8 ثواني زي ما احنا شايفين هنا، نرجع شوية دول اه ماشي، دي بتاعت هنا 8 ثواني. هنا اللعيب لحظة، قاعد يتلكع ورا في المنطقة الخلفية مش عارف يعدي من اللعيب، ده الهاف كورت حد بتاع الكوتش صح؟ ورايح يهاجم. راح يهاجم هنا يبقى استلم الكوره، شايفين استلم الكوره قدام، ادي 1001 1002 1003 8 1004 ثواني في المربع بتاعه او في الكورت بتاعه، الهاف كورت بتاعه. في الباك كورت اه 1007 1008 وما عداش، طبعا الحكم بيعد 1001 1002 1003، يوم خلفت الخمس ثواني الحكم عطل اللاعب الكوره بره الملعب، شايفين دي مخالفة اللاعب مش خمس عارف ثواني يدخلها جوه الملعب من الاوتسايد يا كوتش صح؟ من الاوت سايد، من الاوت سايد او من تحت الباسكت، او من تحت جت الباسكت. باسكت او جت باسكت، وخلال خمس ثواني بيعد 5 ثواني، واحد اثنين الحكم بيعد طبعا ثلاثة بيبقى رافع ايده أربعة بالنهاية. خمسة، خلاص هيصفر عليه 5 ثواني. دي مخالفة الثري الخمس ثواني برضو، لان الجاردد بلاير دي اسمها الجاردد بلاير، اللعيب ضغط عليا، شايفين اللاعب ضغط عليه ازاي؟ اول ما ضغط عليه كده ليه الحكم 5 ثواني؟ بيعد كوتش خمس ثواني، خمس ثواني خلاص صفر عليه، اسمه يعني الجارد. لازم يطلع حتى لو انا الكورة بعمل دريبل، خلال خمس حتى لو انا ثواني بعمل دريبل، لو انا بعمل دريبل واللعيب دافع عليا دفاع قوي كده، الحكم لازم بيعد خمس ثواني، ولازم انا اباص او اشوط خلال خمس ثواني. تمام يا كوتش. هنا ده ال 3 سكندز، اللعيب جوه شايفين ما طلعش، الاشاره بالظبط بتاعتها بيساوي الحكم اهو، ادي 1 1001 1002 اثنين 1003 واقف ايه 5 6، عدى اكتر من 1003، عدى اكتر من 3 ثواني، شايفين هنا لا هنا شاف طلع رجل طلع بره دخل تتجدد تاني تاني عادي، بقى، دي ما فيهاش حاجه. تتجدد تاني صح يا كوتش؟ جد التاني شوف طلع راح طلع ودخل، شوف هو هنا اللعيب ده جوه عطاله الحكم عطاها للعيب رغم ان زميله في الشوط وجاب باسكت، مش هتتحسب باسكت وهتحسب 3 سكند. تمام ده اللي هنا 3 سكند كده اللي التايم فيوليشن. تمام كده يا كوتش. ال هنا بقى قلنا البول ريتيرن تو الباك كورت اللي شرحناها وهنشرحها كمان مره تاني، وقلنا البناليتي بتاعتها ان هي قلنا اللعيب The ball shall be awarded to the opponents from the throw-in in front court. اللعيبه الفريق الثاني بياخدها من الفرونت كورت بتاعته، يعني انا بتبقى باك كورت عليا الفريق الثاني بياخدها من نفس المكان تقريبا. The place nearest to the infraction except directly behind the back court. ما ينفعش ياخدها من
ياخدها من نفس المكان. نشوف برضو فيديو هنا عن الباك كورت. باك كورت فايوليشن. شايفين هنا دي اللعيبه خلاص. ده في ماتش ده يا كوتش. ده المباراه دي هنا. شوف هي عدت خلاص كده عدت. فعملوا عليها ايه تراب هنا. عملوا عليها تراب. ضغطوا عليها هنا زميلتها. زميلتها راحت هم لسه ما عدوش هنا. شايف الكره معاهم هم. اللعيبه لمستها. باتشت. بس هي اللي مسكت الكره. شايف هي دلوقتي ماسكه الكره كامل الكره في ايديها. وهي دلوقتي في الفرونت كورت. شوف اللي هيحصل دلوقتي. رجليها هتلمس الخط. رجليها لمس الخط. لمست لو قلنا الخط. الباك كورت. يبقى باك زون. كده رجعت الباك كورت. باك زون نسميها باك كورت فايوليشن. يعني الريفري لازم يكون صاحي كويس جدا للستبس وال طبعا. ما دلوقتي عملوا ثلاث حكام يا كوتش ليه؟ هم الاول حكمين بس دلوقتي ثلاث حكام مش حكم يعني بيبقى في ثلاث حكمين في الملعب كوره وحكم. ثلاث حكام يبقى حتى كل حكم مراقب لاينز معينه وكل حكم مراقب لعيبه معينه وكل واحد حكم ليه ادوار معينه في التحكيم. تمام. وطبعا دلوقتي كمان في استعانه بالفيديو في المباريات الدوليه والحاجات دي. كوتش لينا بتسأل، معلش يا كوتش لحظة، ان لو اللاعب ماشي. استلم ما احنا الكورة الكوره تقدر. وخط النص تحته تماما، يعني حلو. تقريبا معنى رجل قدام ورجل ورا، او رجل في الفرونت كورد ورجل في الباك كورد على ما طيب افتكر، الكره كانت جايه له. الكره كانت جايه له منين اصلا يا كوتش؟ من الفرونت ولا من الباك كورت؟ على حسب يا كوتش دي لينا. هتفرق. يا ريت النقطة دي توضحيها، لو انت ممكن توضحها يا كوتش، لو هو استلمها من الباك كورد. لو هو رجل ورجل على اللاين بتاع الهاف كورت اللي هو رجل ورجل مثلا دلوقتي هنشرح كده سليم. كوتش عمر هيرد عليك يا كوتش. دلوقتي ده هنا مثلا ده الباك كورت. هنا ده الباك. معلش بقى الخط وحش شويه. ده الفرونت. ده الباك وده الفرونت خلاص. حلو. واحنا طالعين بهجمه كده في زميلي هنا واقف كده ورجلي كده ورجلي كده خلاص وانا بسيط له تمام. مفيش اي مشكله. هو برجع تاني هنا مفيش اي مشكله. حتى لو رجع تاني هو مستلم دلوقتي الكوره رجله رجل وراجع تاني الباك كورت ما فيهاش اي مشكله طالما هو لسه كده ما عداش قدام. تمام كده. دي اول حاله. يبقى هنا اللعيب احنا دلوقتي في فرقتنا هنا في الباك كورت الباك او كورت. الهاف كورت بتاعه. في زميلي لا حاطط رجل ورجل على السنتر لاين ده. حلو. وانا بصيت له مفيش اي مشكله. طب راجع هنا مفيش اي مشكله مش باك زون برضه مش طالما باك رجل ورجل لان هو موجودين. لسه ما عدناش كده. طيب تمام. هو بقى دلوقتي خلاص نفس الكلام احنا الاثنين هنا هو انا الفريق بتاعي هنا وهو واقف رجل ورجل خلاص. وبعدين انا بصيت له الكوره هو رجل ورجل عدى قدام خلاص كده ما يرجعش تاني. لو رجع يبقى باك كورت، يبقى اوت سايد. يبقى كده رجع بالكوره. طيب صح. لو احنا الاثنين واقفين هنا على اللاين انا رجل ورجل وهو رجل ورجل. ممكن ده يبقى سؤال يا كوتش ليهم، لو الباص هما الاثنين صح كده، يعني اللي معاه الكوره دلوقتي اهو زميله اللي مش معاه الكوره الاثنين واقفين رجل ورجل. الاثنين واقفين كده رجل ورجل وده رجل ورجل. دي هتبقى وباصوا لبعض. يا جماعة كله يرد كده نشوف رد الناس، هل دي كده هتبقى باك كورت ولا لا؟ هما فيس تو فيس دلوقتي بس في فيس رجل تو على فيس وده رجل ورجل وده رجل ورجل وباص الكرة لبعض.
الاثنين على الهاف كورت، على اللاين، على اللاين سنتر لاين، ورجل على الهاف كورت ده، ورجل على رجل الهاف في كورت الفرونت ده. ورجل في الباك. كوتش ممكن استأذنك عشان فاضل حوالي تقريبا سبع طيب دقائق انا بقول لك ندخل. في اجابه صحيحه، قال لك طالما ما تطلعوش فرونت يبقى مش غلط. صح طبعا، اجابتك صح، برافو عليك. تمام، ما طب هنا فهمتش. المخالفه اللي هتتحسب، هنا المخالفه اللي هتتحسب اذا عدت ال 8 ثواني الحكم ما يصفر 8 ثواني. اذا ما عدتش 8 ثواني ما فيش اي مشكله. مفيش اي مشكلة. طيب اه يلا على يبقى السؤال انا يا كوتش، بينا على وانس هم السؤال. عدوا وانس. طيب نشوف، احنا اوكي كده يعتبر تمام. خلصنا الحمد لله. كنت زين، في سؤال بس جاوبونا بقى عليه المره اللي جايه ان شاء الله. كله ركز معانا كده في السؤال بتاع الكوتش. احنا كده خلاص نشوف ده. عبادة عنده سؤال، قول يا عبادة اكتب السؤال بتاعه. طيب احنا شفنا الفيديو، السؤال يا شباب ايه المخالفة اللي حصلت في الفيديو ده، لو في مخالفات حصلت وايه جزاءها؟ شير الفيديو يا كوتش. شكرا جزيلا. كده انتهينا دلوقتي. الناس اللي عايزة تسأل اي اسئلة تبقى تتفضل تسأل. ماشي يا عبادة، هيبعت سؤال، ممكن حضرتك تشير الفيديو بتاع السؤال، بس يا ريت الإجابة المرة الجاية يا شباب. كوتش السؤال ريدي ولا ايه؟ مش عرفت الفيديو، هو ما شفتش الفيديو؟ لا حاليا، لا الفيديو مش شغال. طيب نشوف كده. يلا بينا، ركز يا جماعة في الفيديو ده. يمكن كله شايف؟ تمام كده، اتفضل يا عبادة. ركزوا شوية في المخالفة، كل واحد يشوف الفيديو. خلاص المرة الجاية يا ريت كل واحد ايه يركز في الموضوع ده ويشوف كويس أوي، وبعدين يقول سؤال عبادة، هل تعتبر الفوتنج لو كان اللاعب سوى في القصد مخالفة؟ أيوة يا عبادة، لازم أن يكون اللاعب عشان تتحسب فوتنج لازم أن يكون اللاعب حرك رجله ناحية الكورة. لو أنا رجلي الاثنين ثابتين وأنا اللي خبطت الكورة في رجله ما فيهاش أي مخالفة، الحكم مش هيحسب أي شيء. لازم أن يكون في تعمد في الفوتنج، هو متعمد. تعمد لعب الكورة في رجله، لازم يكون تعمد متعمد. لعب الكورة في رجله. تمام يا كوتش، نشوف الفيديو تاني وكله يشوف ايه. Can you send the video in the group؟ هنعمل send للفيديو على الجروب، ماشي، تمام ممكن. عشان طيب برضو الموضوع بيمشي فيروز بطيء يا كوتش. بيسأل الجارد بلاير الجارد بلاير لو اللعيب عمل اكتف ديفنس، سواء انا معايا دريبل بعمل دريبل او انا بطلع الكره من الاوتسايد او بعمل ماسك الكره واحد بظل الكره وراح لعيب عامل اكتف ديفنس عليا وقرب مني وضغط عليا، في الحاله دي لازم الحكم بيعد 5 ثواني. لازم انا في الحاله ديت اللي انا معايا الكوره كنترول اوف ذا بول لازم يا اما اباص يا اما احاول على الباسكت خلال ال5 ثواني دول، يا اما اعمل دريبل واتحرك بعيد عنه. يعني لو هو دلوقتي بيعمل دريبل ومسك الكورة وفي بريشر عليه، ايوه لازم ان لازم هو يتحرك يخلص الكورة بالشوط او الباص قبل 5 ثواني. تمام تمام كده،
تمام يا كوتش، صح كده. في فيروز اي سؤال تاني في مفهوم النقطة يا فيروز؟ طيب ولينا تمام فيروز كده تمام. كوتش لينا بتقول اذا اللاعب وقف دريبل وما قادر يعطي باص، راح اللاعب المهاجم ضرب الكرة بركبة اللاعب المدافع وخرجت اوت، وخرجت من المدافع، معنى كده ان هي تتلعب اوت؟ يعني لو هو قاصد ان هو يعمل ثرو ذا بول على رجل المدافع عشان يعدي ال5 ثواني. هي كوتش بتسأل في حاجة تكنيكال جامد عشان برضو هنت للناس. هنا ما فيش مشكلة، اللعيب بيستفاد من يعني اتكلم لو الكرة. قاصد، طيب مش هتبقى فيها فاول او هيبقى فيها لا، لو جت في رجله، لو جت في رجله او جت عادي، انما لو جت مثلا في وشه ممكن الحكم يحسب عليه تكنيكال فاول، انما لو خبطها في رجله ما فيش اي مشكلة. انما مثلا لو خبطها في وشه او شيء ممكن الحكم يحسب تكنيكال فاول، انما لو خبطتها في رجله ما فيش اي مشكلة. في رجله عادي. هو بيطلعها اوت سايد، عايز يطلعها اوت سايد عشان الوقت ما يعدي منه، ما يتحسب عليه 5 ثواني. ايوه ممكن، هو بيعمل نفس ان هو بيباص وبيخبطها في رجله كده يعني. طيب تمام يا كوتش، عشان البرنامج ما يقفلش علينا طيب انا كوتش، احنا كده الحمد لله على كده خلصنا محاضرتنا النهارده ان شاء الله. شرفت بيكم وبمعرفتكم، ولنا لقاءات ان شاء الله جايه باذن الله لو ان شاء الله. شكرا كل ليك سنه كوتش، وانتم. محاضرة دسمة والناس استفادت منها متأكد كتير، وشكرا على تعبك ومجهودك ده. وهنرفع إن شاء الله المحاضرات دي على البيج، ولو في أي حاجة ممكن نبعت على الجروب أي سؤال أي حاجة، وهنبعت الفيديو دلوقتي على الجروب عشان كله إيه يشوف الفيديو صح ويقول إيه المخالفة اللي موجودة مع أقوى لعيبة في العالم، يعني ليبرون جيمس ومش فاكر مين تاني، استبروك مستر تروك. فطبعا اللعيبه كبار وبتعمل مخالفات عادي زينا يعني، فمحدش يزعل لو عمل مخالفه. لا مش ما يزعلش، المفروض يركز وما يعملش. المفروض بس تخيلوا ان الكبار بيعملوا برضه، فنركز ويبقى مهم قوي، لان دي طبعا بتضيع هجمه بحالها يعني. شكرا اشتغل لكم، اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته. وبركاته. شكرا لكم يا جماعة، وهنبعت الفيديو إن شاء الله. يلا سلام عليكم. الله يعافيكم يا جماعة.